أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ من محافظة النجف، حيث تمر الذكرى الأولى لمجزرة النجف مع والدة الشهيد مهند القيسي، حيث وجهت والدة الشهيد مهند القيسي رسالة شديدة اللهجة إلى الصدر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمجزرة النجف. وحملت والدة الشهيد الصدر المسؤولية الكاملة للمجزرة وعمليات القتل الممنهجة للمتظاهرين، فضلا عن التهديد والوعيد الذي طال من يكشف هذه الجرائم. دعونا نشاهد جانبا من رسالتها في المقطع التالي قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات على وسم مهند الخالد قاتلك زائل. لا رحمن الرحيم لا مقتدى قائد الجهل، هل عرفت أنه أنت أكثر شخص أساء للإسلام ولإسم الشهيد محمد صادق الصدر؟ من قارنة اسمه بجرائمك وجرائم أتباعك وانحرافاتهم اللا أخلاقية، من سترتها بالدين بعد كل جريمة تتغطى باسم أبوك؟ أنت أسوأ من ابن نوح ومن أبو لهب، مرت سنة على الجريمة البشعة اللي ارتكبها أتباعك بأمر منك، من شنتي بإيران الاجتماع قادتها ارتكبوا الجريمة بالعلن وأمام أنظار القوات الأمنية ومحافظ النجف قائد الشرطة وآلاف الشهود ساحة الصدرين اللي بالنجف، مع الأسف اللي اقترن اسمها بهاي الجريمة فصارت موقع الواحد من أبشع الجرائم. أمرت بالجريمة ونفذها أتباعك ودافعت عنها وحاولت تبريرها، وأتباعك هددوا وطعنوا كل المتظاهرين السلميين وكررتها أكثر من مرة. واللي صار بساحة الحبوبي قبل شهرين هو تأكيد على استمرارك أنت وأتباعك بالجرائم بحق الأبرياء السلميين المحتجين على فسادك أنت وشركائك بالسلطة. ومن اعتراضنا وردنا تحقيق العدالة وكشفنا إجرامك نزلت علينا التهديدات والطعن اللي ما يليق إلا بمن مائتهم أخلاق. من تعليق الجمهور العراقي كما أشرنا قبل قليل وتصدر هاشتاج مهند الخالد قاتلك زائل، غرد العديد من العراقيين، حيث دعاء غرت وقالت: جرت الإذن مو لشبابنا، كانت جرت الإذن جرتك من منصبك ومن إنسانيتك ومن أتباع الناس إلك. ونرجع ونقول مهند وشهداء جرت الإذن خالدين كغيرهم من شهداء تشرين وأنتم زائلون. عباس غرد وقال: ابرول الذمة رايح للساحة، آخر ما كتبه الشهيد مهند الخالد قاتلك زائل. زين الدين رائد قال: مهند الخالد قاتلك زائل، في كل مرة يغتال أحد من أبناء أو يغتال أحد من أبناء وطني أنا أزداد إصرارا على المطالبة بالوطن. مريم غردت وقالت: لكل شهيد في ذاكرتنا قصة وتاريخ ومواقف لا تنسى، هم باقون وأنتم زائلون، فشهداؤنا رمز قوتنا. نذهب إلى القصة الثانية لهذا اليوم، حيث أفاد مصدر في شركة محافظة ذي قار بنجاة 3 ناشطين من محاولة اغتيال وسط الناصرية بإطلاق النار من قبل ميليشيات مسلحة. قال المصدر بأن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على 3 نشطاء أمام مطعم الربيعي في منطقة الشامية، ما أدى إلى إصابة الناشطين علي عماد وعلي رحيم. نشاهد هذا المقطع للناشط علي عماد بعد نقله إلى المستشفى. كذلك الناشط النجفي أحمد الحلو تعرض هو الآخر لمحاولة اغتيال فاشلة في محافظة بابل تزامنا مع حملة مداهمات واعتقالات تنفذها في النجف الميليشيات ضد الناشطين. كان الحلو قد كتب في وقت سابق على حسابه في فيسبوك بأن عناصر من ميليشيا السرايا التابعة للصدر داهمت منزل أهله واعتقلت والده بحثا عنه. تأتي هذه الحملة بعد التهديدات التي أطلقها ما يسمى وزير الصدر صالح محمد العراقي لكل الناشطين والمتظاهرين في النجف على خلفية تنظيم مهرجان لإحياء ذكرى مجزرة النجف. دعونا نشاهد
هذا المقطع. اللي صار الاعتداء مال السرايا منطقة القاسم بالحلة، ما صاير قبل لسه، محسوبة عليكم أهل القاسم، محسوبة على كل عراق الشريف. احنا ما أساينا، احنا طالعين نريد وطن، حكينا كلمة حق. ما اقدر محمد، ما اقدر بعد. طبعا دعونا نتابع تغريدات العراقيين على منصة تويتر تحت وسم مقتدى سفاح الذي تصدر الترند في العراق على تويتر. علا غررت وقالت: مقتدى الصدر يهدد بجعل الأحرار في قاعة أدباء النجف عبر الجميع، ويذكر بأن أمس هدف الحاضرين أو الحاضرون بهتافات ضد الصدر مع ذكرى وقوع مجزرة ساحة الصدرين التي سببها مقتدى الصدر، مقتدى سفاح كما جاء في الهاشتاج. مرتضى الكريم قال: وراء كل ميليشيا هو، وراء كل فساد وصفقات مشبوهة هو، وراء كل تعطيل للقوانين وفشل استجوابات البرلمان لمسؤولين هو، وراء كل شهيد بساحات التظاهر هو، وراء كل تسهيل للتدخلات الإيرانية هو، وراء تنصيب كل رئيس وزراء واختيار وزراء هو، وراء تردي الخدمات هو. أما نادو كما أسمت نفسها: راح تبقى تشرين غصة وكابوس لمقتدى لآخر يوم بعمره، مقتدى اللي من ينحش عليه قبل يتلفتون ويخافون حتى من الحائط، اليوم صار مادة للسخرية بالعلن بسبب إجرامه وعبوديته. فينوس غررت وقالت: سنتصرف بطرق اجتماعية وقانونية أخرى وسنجعلهم عبرة للجميع، تهديد علني واضح. شنو التهمة اللي سواها ثوار النجف حتى تتصرف وياهم بطرقك الاجتماعية والقانونية اللي كنا نعرف شنو هي؟ مقتدى سفاح. دعونا نذهب إلى القصة الثالثة، حيث اتهم ناشطون مقتدى الصدر باختطاف المتظاهر يوسف جبران بسبب قصيدة ألقاها قرب مرقد الإمام علي في النجف قبل أن تقوم بإطلاق سراحه، وذلك بسبب الضغط الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نستمع للقصيدة التي أثارت حفيظة ميليشيات الصدر. سجل يا عدم يم حضرتك سال، نفزع بيش ما يتحرك التمثال، شوارب ما اهتزت من مهنة طاح، والقاتل عميل وهذا واقع حال. أهل الدين باسم الدين من نيران، يا مرخامنا ونفذ الدجال، الحق يا علي بس على التغريد، بلبل صار بسطق عنده خيط اخبال، يوم الحسنين مثل حسين مبيوعين، وحقك يا علي وحقك يا علي كلهم صفوا عن ذال، عندنا احزاب تعبد بس صنم طهران، وتكفر بالعراق وشرع ماك اشكال، علي مو بالنجف عندهم علي بطهران، وبتفليش العراق رفعت الاعمال للتاريخ، للتاريخ كلمة وكلهم يسمعون، للتاريخ كلمة وخلهم يسمعون، الخطوط الحمر ما بيهم الرجال، توج الروس كلها والقياديين ما يسوون عدي حتى تكنعال. في نفس السياق أكدت مصادر صحفية العثور على الناشط المختطف رائد الدعمي في إحدى مقابر محافظة كربلاء. دعونا نتابع ما سجلته كاميرات المراقبة لحظة اختطاف الدعمي. ومن تعليقات الجمهور العراقي حول حوادث التهديد والاختطاف بحق المتظاهرين والناشطين، دعونا نذهب إلى منصة فيسبوك، حيث علق حسن علي حول هذه الأحداث وقال: لأن يخافون على آمون فلذلك عذبوك، وآمون منعم
بالجكسارات، يقصد السيارات الدفع الرباعي. بكر قال ولو أكو سدة بالنجف، لو أكو سدة بالنجف، يقصد سدة مدينة أو في العاصمة بغداد، كان أخذوك وراها، بس ماكو بس قبور اللي تلفهم، قال وتلف راعيهم. دعاء قال الجبناء ولكونهم باطل يتخذون هذه الطرق كاللصوص، حسبنا الله ونعم الوكيل. سجاد الحيدري علق وقال خطف خطفتين بالشهر ما تأثر على هيبة الدولة، يستحضر كلام وزير الدفاع الذي قال صاروخ صاروخين ما تأثر على هيبة الدولة. نذهب إلى القصة الرابعة، إلى انهيار الخدمات والواقع المتردي للبنية التحتية، وفي مشهد يعكس حجم الإهمال الحكومي في العراق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصورا لمواطنين من منطقة البطبر في الناصرية خلال نقلهم لمريض إلى المستشفى مشيا على الأقدام، وذلك بعد تعذر دخول السيارات إلى المنطقة بسبب غرق شوارعها بمياه الأمطار. دعونا نتابع هذا المقطع. يلا تعب الله عيشه، هاي شارع ماكو غري عشيرش كبرها، شارع ما بيها مريض مشيلونه بسديه، الله بنادم يرضى محمد. الحكومة شوفون انتم، لا هاي حالة العشائر، هاي نزلت البطبار، نزلت كاظم علي بوري، هذا مريضهم شوفوه شايلينه بسدية وقاعد يمشون. حكومة ليش اتش ليش مريض يشيلونه بسدية سيارة مطوب؟ الله أكبر، اي والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يلا هو هذا شارع حسيه، يلا سعيشة هاي بالله شارع ما. ومن تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول انهيار الخدمات في محافظات العراق، المشهدي قال حسبنا الله ونعم الوكيل على الحكومة كلها من 2003 ولحد الآن بعوائلكم، يقولوا أطفالكم تتلقوها إن شاء الله. نور قالت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليش بس إحنا نرجع لورا وحكامنا انتخموا من الغنى وصاروا أغنى الأغنياء. سنان قال ما وصيكم عود، هم ارجعوا انتخبوا اللي وصلكم لهالمواصيل، خاف تحرم عليكم الحجية كما يقول. زهراء قال ويسقطون ويسقطون بالمتظاهرين ويسموهم جوكرية، يلا هاي وضعية الله لا يوفقكم. والآن نذهب إلى البريد الوارد. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها السلام عليكم، أريد مساعدة منكم، إحنا طلاب السادس إعدادي نطالب وزير التربية بقرار تحسين المعدل لكل الأدوار، صار لنا 4 أشهر نناشد ما حد يسمعنا، نطلب من حضرتكم مساعدتنا بتحقيق أحلامنا ومستقبلنا. مع الهاشتاج حيث تصدر الترند في العراق لهذا اليوم، لن نتراجع اعتصامات بغداد، طالب حملة الشهادات العليا بتوفير الوظائف وتنفيذ الوعود الحكومية. دعونا نتابع بعض من التغريدات على منصة تويتر. مروة غررت وقالت بسلميتنا نحصل على حقوقنا، ما نتراجع حتى تحقيق مطلبنا. رينا الجمل قالت بسلميتنا نحصل على حقوقنا، ما نتراجع حتى تحقيق مطلبنا. زينب غررت وقالت أنصفوا حملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل قصرا في العراق، كفى تهميش وضياع لحقوق هذه الشريحة المهمة، لأن المكان الحقيقي لها في دوائر الدولة ومؤسساتها وليست على أرصفة البطالة.
رشا قالت تشغيل الشباب القادرين على العمل هو الطريق الصحيح للنهوض بالتنمية الاقتصادية. لن نتراجع. اعتصامات بغداد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.